إذن مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من أمام محلات بيع المأكولات الجاهزة بالمجازر القديمة المعروفة بالبطوار. كيف كتشوفوا معنا رجال الأمن كيسهروا على الأمن والطمأنينة ديال المواطنين هنا في هذه المحلات اللي كيقصدها عدد من الأشخاص، كاين اللي برفقة الزوجة ديالو والأقارب ديالو والأبناء ديالو، وكذلك الناس اللي كيجيو من محلات كيكونوا في محلات أو في أماكن في الشاطئ الساحلي عين الدياب أو وسط المدينة، وكيقصدوا هاد المحلات من أجل تناول وجبة العشاء، ولو أن الوقت متأخر، إنما بالنسبة لشي ناس كتكون وجبة العشاء في هذا الوقت، لأن هذا هو البلاصة اللي تقدر تاكل فيها الماكلة في أي وقت، تاكل الماكلة سخونة وطازجة وموجودة في أي وقت. نشوفوا رجال الأمن كينظموا الحركة ديال وقوف السيارات، وكذلك الظهور ديالهم هنايا، الوقوف ديالهم هنايا راه كيخلي أشخاص آخرين اللي كيكونوا يفكروا بأنهم غادي يديروا مشكل أو يدخلوا في صراع مع أحد كيتراجعوا مكيدخلوش في الصراعات. نتوما كتشوفوا أي واحد وقف السيارة ديالو تما كيطلبوا منه أنه يحيدها ويوقفها في بلاصة قانونية، هذا كيبين بأن التواجد الأمني يعني بحال هكا ما غاديش تنوض مضاربه. اكيد شي واحد ما غاديش، ما كاينش اللي غادي يزعم، واخا هما دابا كينظموا غير حركه الوقوف ديال السيارات، ولكن ما كاينش اللي غادي يزعم ويمشي يضارب، ما كاينش اللي غادي يزعم ويجي ياكل بزز هنا فابور، ما كاينش اللي الا كانوا دوك اللي كيكونوا واحد 3 ولا 4 بعد الخطرات كيكونوا راكبين على دراجات ولا شي العجلات كيجيو كياكلوا مع الاخر كيديروا راسهم طاحت لهم شي حاجه في الماكله ولا لقاو شي حاجه ماشي هي ديك في الماكله باش ما يخلصوش وكيدخلوا في نزاع مع اصحاب المحلات. دابا ما غاديش يقدر يديوها، الامن كاين، ما يعني كلشي مطمئن، كلشي بخير وعلى خير، كلشي غادي ياكل في خاطره وغادي يمشي. الا كان شي فوضى ولا كان شي واحد اللي غادي يفكر انه يخرج على القانون غادي اكيد غادي يتم الايقاف ديالو على الفور. كيف كيقولوا الناس وكيف كيقولوا والدينا الله يرحمهم، اللي عنده شي والدين الله يخليهم ليه ولا يطول في عمرهم، كيقول لك الله يخطينا امن. التواجد ديال هاد الناس هنا راه كاينين دابا اللي جالس هو وليداتو ولا هو الزوجه ديالو، راه كيحس بالامن بانه كاين هنا، ما كاينش اللي غادي يقيسو، كاينين البوليس، لان بنادم كيوقع له شي حاجه ملي كيستنجد بالامن، بوليس ولا بالدراك ولا قوة المساعدة. ولكن كتشوفهم حداك انت ما واقع لك والو، ولكن هما كاينين كتحس بان راك في الامن والامان. إذن غادي نأتيو على نهاية هذا المباشر مشاهدينا الكرام، وإلى مباشر آخر دائما من نفس المكان. بقاو معنا، جاوبوا على واحد المكالمة ربما يكون فيها شي واحد في شي حالة اللي مستعجلة وخصنا ضروري نجاوبوها.